ارحب بدكتور سمير فرج مفكر الاستراتيجي، وخليني اقول له تقول للناس ايه عن سيادة المشير فؤاد ابو زكري. دكتور سمير مساء الخير يا فندم. شاهدين. الو دكتور احنا سمير. النهارده بنتكلم على اسم من اعظم اسماء القوات المسلحه المصريه في العصر الحديث. اي ليه؟ اول حاجه سيادته تخرج سنه 46 من الكليه البحريه، تولى مثلا في هذا التوقيت اكبر قاعدتين، اكبر مدمرتين في مصر في هذا التوقيت، المدمره القاهر والظافر. بعد كده تولى قائد لواء المدمرات، قائد قاعده اسكندريه البحريه، وده معروف في انها دي اهم وظيفه في القوات البحريه، ثم شعبه العمليات. شعبه العمليات ده هو الدينامو بتاع القوات البحريه. ثم بعد نكسه 67 كان موجود الفريق سليمان عزت، تولى قياده القوات البحريه. في هذه الفترة مش عايز اقول لك انه ادار اهم معركة بحرية في مصر في الله. تاريخ مصر، ومش الله. عايز اقول في العالم، لما تعرف التفاصيل هتقولي ايوه، وهي اغراق المدمرة ايلات قدام سلام. شاطئ بورسعيد. العظمة. ونشرح للسادة المشاهدين عشان في ناس كتير ما حضروش الفترة 67. المدمرة ايلات هي كانت الـ اكبر قطعة بحرية في اسرائيل، طلعت من ميناء حيفا، وبعدين ومعاها 100 بحار زائد طلبه الكليه البحريه الاسرائيليه. ايوه. داخله في اتجاه البحر المتوسط، وفجاه عامل الرادار قال لقائد المدمره، على فكره هو كتب كتابه الرحله الاخيره للمدمره ايلات، كان بيدافع بيه عن نفسه يعني. الله. فقال ان احنا بدينا نقترب من السواحل المصريه، فعامل الرادار قال له احنا دلوقتي هنخش على المياه الاقليميه لبورسعيد، قال له ادخل احنا منتصرين هم مهزومين. هو كان عايز يبين قصور المخابرات الاسرائيليه. أيوة. ان ما ادتوش معلومات في ان في بالظبط. أيوة. ان في صواريخ او حاجه زي كده. فبيقول بديت اقترب من بورسعيد، كان الساعه 6، اضواء بورسعيد بدات تتلألأ، طلعت طلبة الكلية الحربية البحرية طلعوا شوفوا المجد اللي وصل فيه جيش الدفاع بتاعكو ان احنا قدام بورسعيد. وفجأة عامل الرادار بتاعه جاي يقول له الحق، صاروخين داخلين على المدمرة، وغرقت المدمرة. اللي كان بيقود هذه المعركة هو الفريق زكري ايام ما كان قائد القوات البحرية. ليه هذه المعركة مهمة؟ لان بعدها تغير التسليح في العالم كله البحري، لا في مدمرات ولا بوارج ولا حملات طائرات كبيره بتتعمل. كل العالم قال لا لا، القطعه الكبيره دي المصريين غرقوها في 67. احنا هنطلع الفرقاطات اللي هي بتسليح كبير، امكانيات الاي تي او التكنولوجيا عاليه، دي نهايه المعدات الكبيره بالظبط. نيجي بقى حاجه تانية، وهو قائد البحريه في حرب 73. هو اللي بدا اكبر من احد مفاجآت الكبيره في حرب اكتوبر، اغلاق باب المندب. وعملها بصوره رائعه، وخداع الجانب الاسرائيلي، طلع القطع البحريه اللي هي مشتركه انها راح باكستان تعمل عمره، ونشرنا هذا الكلام في الجرايد. صحيح. وبعدين طلع عند عدن وتوقفت، وبعدين دخلها تاني في زياره للصومال ورجعها تاني لعدن. ويوم 6 اكتوبر الصبح كانت القطعة البحرية موجودة في مضيق باب المندب، وكانت جاهزة وخدت الأوامر بتفتيش ومنع القوات أي سفن بحرية إسرائيلية إنها تطلع ميناء إيلات. وعشان كده مش عايز أقول لك، إحنا أيام ما كان مباحثات الكيلو 101، وكنت أنا في هيئة نماذج في المركز الرئيسي أيامها، وراح اللواء الجمصي الله يرحمه حضر المباحثات كيلو 101 أول مرة. أيوة. وراجع كلنا ايه، عايزين نعرف ايه اللي حصل، ايه اللي حصل. اول ما دخل على المشير احمد اسماعيل والشاذلي الله يرحمهم، قال لهم يا فندم ده موضوع باب المندب ده قلقهم، ده كل شويه في المحاسات افتحوا باب المندب، لان ايلات اتقفلت طول الحرب. أيوة. وبعدين كانت قيمه ايلات ايه؟ انها كانت البترول اللي جاي من ايران بيجي لاسرائيل من باب المندب.